وزير رمضان فتوده مخرج عقيده مسائف وزير الف ليله وليله كل ليله ليله شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لاجمل شهر الخطبه ام العريس لما تعش من شافك وحل بلح حكوه شافك رمضان كريم يا فوز طم ترم رمضان كريم الله أكرم طم طم ترم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير. بعد ثلاثي أضواء المسرح وقفت الفوازير سنين لحد ما رجعها للشاشة فنان طموح ومبتكر هو المخرج فهمي عبد الحميد. طلبت منه السيدة تماضر توفيق رئيسة التلفزيون إني رجع لرمضان فوازيره اللي غايبة بقالها سنين وفعلا عملها فهمي عبد الحميد وقدم نيلي لأول مرة في رمضان سنة 1975 مع فوازير صورة وفزورة حلقات استعراضية درامية عن شخصيات تاريخية وفي نهاية الحلقة سؤال عن مين هي الشخصية وفي رمضان سنة 1976 طلعت نيلي في فوازير صورة وفزورتين وفي رمضان سنة 1977 في صورة وثلاث فوازير وفي رمضان سنة 1978 صورة وثلاثين فزورة من فكرة مصطفى سليمان وتأليف أنور عبد الله وفيها عاشت نيلي في دور صحفية مشهورة بجملة على التتر بتقول فيها يا مساء الفوازير يا مساء وتعالوا نشوف فزورة جايبالكم 30 فزورة جايبالكم 30 فزورة محتاجة لتبسي جايلك أمامير يا مساء الفوزير هدول رمضان رحك صحفية رح ازور شخصية يانا انا 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 كده هو او 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 او, أو مخفية يانا انا 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 كده هو او 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 او, أو مخفية في الواقع انا تكنولوجية وات محب ابا خفية فين انتي فين رحتي ولا بنشي حتى فين انتي فين رحتي جايلكوا يا مامير يا مساء الفوازير الليلة حنشوف فزورة تفسيرها بين كلمة وصورة يعني انتي الشخصية شخصاش ولا انتي الصحفية ما صحفاش يعني انتي شخصية ما صحفاش ولا انتي الصحفية ما صحفاش شوقتي هجرجرتي هجرجرك هجرجرجرجية هجرجرجرجرجرجرجية عن شخصية زي حالاتي يعني بالعربي ستاتي ها؟ اوه اللي هيعرفها من هي اللي هيعرفها من هي اللي هيعرفها من هي يبقى من الشطاطير يا مساء الفوازير عايز اخدك معايا في رحلة طويلة طويلة قوي في الماضي زي ما بتعملي كده مع المشاهدين يعني انا اللي هرجع بيك 2000 سنه ورا كده طب يلا بينا يلا
لا 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 لا، انت هتعمل لي الحركات اللي انا بعملها ولا ايه؟ ورا الله، ايه المكان الجميل الحلو ده اللي انت جبتني فيه يا هدهد؟ يا هدهد، المكان الحلو يا هدهد. هدهد انت فين يا هدهد؟ انا معاكي بس انت مش شايفاني، سيبيني شويه احسن. انا معايا رساله هامه جدا لابد منها للملكه. رسالة ايه بس دلوقتي وانت سايبني في المكان ده اللي معرفش عنه حاجة ابدا؟ كل العمايل اللي عملتها طلعت على دماغي النهاردة. هستخبى هنا اما اشوف في ايه في المكان ده. ما هي تلك الرسالة التي تقول عنها ايها الوزير؟ انها رسالة غريبة يا مولاتي. حملها إليك. من يا رجل؟ تكلم. هدهد يا مولاتي. هدهد؟ وهل الهدهد أصبح ساعي بريد أيها الوزير؟ أو انقلب إلى حمام زاجل؟ إن الهدهد يتكلم بلسان فصيح يا مولاتي. هل جننت يا رجل؟ إنه شيء يحير العقل يا مولاتي، فالهدهد يحمل لعظمتك رسالة شفوية. وممن تكون الرسالة إذن؟ من ملك الطيور؟ هو ذاك يا مولاتي. لقد أصابك الخبل فعلا. بل هي الحقيقة، إن الرسالة من الملك الحكيم. الملك الحكيم؟ أجل، إنه الذي يعرف لغة الطيور. وماذا تقول الرسالة؟ إن الملك الحكيم يدعوك يا مولاتي إلى الدخول في دين الله الواحد الأحد. أليس هو ملك تدمر؟ أجل، إنه الداعي إلى رسالة إبراهيم، ويقال إنه ملك يجمع بين الحكمة والعدل. وماذا تقول الرسالة؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن أفتوني في أمري يا قوم. نحن الأقوياء وأولو بأس شديد، فإليك الأمر، فانظري ماذا تأمرين. وماذا ستفعلين يا مولاتي؟ تمهل أيها الوزير، اذهب وجهز قافلة تحمل أثمن ما في أرض اليمن من هدايا. لا بد أن نبعد الملك الحكيم عنا. ولو انت فاكره ان الهدايا هتغير له رايه؟ وما دخلك انت؟ ثم تعالي هنا. كيف دخلت هنا؟ دخلت من ورا الكرسي. يا قوم، ما الذي يحدث اليوم؟ هدهد يتكلم وامراه تدخل لي من وراء الكرسي، كيف ذلك؟ مش مهم، المهم انت هتروحي للحكيم ولا لا؟ ها؟ لا، لن اذهب بالطبع، فقد ارسلت اليه ما يجعله يكف عن افكاره. طب ايه بقى رايك انك هتروحي له؟ نعم، هل تعرفينه يا فتاة؟ كل الدنيا تعرف. اذن فهو ينافسني شهرة واستيلاء على قلوب البشر. قلوب البشر وقلوب الطيور وأهل المعرفة والحكمة كلهم. حقا؟ فهو ملك عظيم إذن.
كيف يكون هذا الحكيم؟ ايوة كده، وانتوا لسه هتتجوزوا وتعيشوا مع بعض 7 سنين. قومي من على الكرسي بتاعي. قومي من على الكرسي بتاعي. ايه يعني الكرسي بتاعك؟ انا اخلي الراجل بتاع الديكور بتاع الاستوديو ده يعمل لي واحد زيه؟ ايه يعني؟ وهتنطط عليه وهتروحي للحكيم؟ هل انت منجمة يا فتاة؟ لا يا عظمتك، مفيش حد يعرف الغيب إلا الله، بس أنا عشت بعدكم بحوالي 2000 سنة كده بس، وعرفت اللي حصل يعني. لن يحدث يا فتاة، فسترين كيف أن الهدايا ستغير له رأيه. يا أختي والنبي بلاش هدايا قوي كده، الهدايا هتغير التاريخ. الهدايا هتغير التاريخ. احسن تعملها واطلع انا كدابه. انت يا هدهد، انت يا سي هدهد، تعالى بقى شوف اللي حصل. الحكايه اتلخبطت خالص. ما تصدقيش الكلام ده، الملك الحكيم رفض الهدايا واستشار الجن واهل الكتاب، وقال له عفريت من الجن انه سياتي بعرشها قبل ان يقوم من مقامه، وقال له الذي عنده علم من الكتاب إنه سيأتي به قبل أن يرتد إليه طرفه. لكن شوفي المشهد ده، بصي بصي، هم جابوها في أرض الملك الحكيم. أنا بص، هكذا عرشك؟ كأنه هو. إذن فاسجدي لله وادخلي الصرح. لقد حسبته لجة، ولكنه صرح ممدود من قوارير. ربي، إني ظلمت نفسي وأسلمت لله رب العالمين. لا مش دي. طب الله اكبر. لا على بايا، يمكن دي هي شخصيه فنيه. جايز ولا شخصيه سياسيه؟ ممكن تبقى شخصيه ادبيه. معقول؟ أكيد بقى الشخصية دي. يا شخصية من المشاهير، جايزة عايشة أو تاريخية. يلا بقى هقولك هلوها بشوية تفكير، واستنوني بكرة هاجيلكم ومعايا الفوازير. أهلا بيكي. أهلا بيكي. وردة عليكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أشكر يا سوق. عليكي. يا مساء الفوازير الفوازير الفوازير، يا مساء
الفوازير 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 امساء الفوازير فوازير الفوازير امساء الفوازير 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 امساء الفوازير الفوازير الفوازير